في الفواجع والحزن يجتمع العراقيون لمواجهة المصائب، فتراهم يتوافدون من كل المحافظات يقدمون المساعدات الطبية للمصابين بحريق الحمدانية الراقدين في مستشفيات نينوى. لبينا النداء للإخوان المسيحيين وتبرعنا بما يقارب مبلغ 20 مليون علاج، اللي هو مضاد حيوي وكريمات وشاشات، وهاي الوجبة الثانية اللي جبناها. مسلمون ومسيحيون وأيزيديون وككائيون من مختلف قوميات وأطياف نينوى توافدوا إلى مجلس عزاء بغداد لتقديم التعازي والمشاركة في دفن رفات ضحايا حادثة الحريق. اليوم رسالتنا أيزيدية وخاصة أهالي قضاء سنجار شنغال رسالة الحزن والألم على أخواننا المسيحيين في الحمدانية، هاي فاجعة لسال على قاع العرس. صراحة يعني قلوبنا مع الأخوان المسيحيين، الله يرحمهم ومكانوا الجنة إن شاء الله. عشرات مجالس العزاء على أرواح ضحايا قاعة المناسبات نصبت سرادقها للعربي والكرد والتركمان من مختلف القوميات في نينوى ومحافظات عدة، تؤكد أن المصاب ألم بجميع العراقيين. ومن قام ومن تولى بهذا مجلس العزاء هو عائلة موصلية، وعملت على جمع كل الموصليين من أجل تقديم العزاء للمسيحيين. هذا بالحقيقة هذا ما نقوله، هو وقفة مشرفة وجميلة جدا. بلا شك أنه ما أصاب إخواننا المسيحيين في هذه الفاجعة أصابنا، فالألم واحد والجرح واحد والفاجعة واحدة، ولذلك احنا الحقيقة من اللحظات الأولى ومن بداية الحادث مع إخواننا المسيحيين. وكانت مستشفيات الموصل شهدت توافد المئات من الموصليين منذ اللحظة الأولى على الفاجعة للتبرع بالدم ومساعدة الضحايا ليرسموا صورة عنوانها اللحمة الوطنية. مصاب واحد وحزن مشترك ومعاناة لا تقتصر على طيف دون آخر، هذا ما أكدته فاجعة الحمدانية التي شهدت تعاطف جميع العراقيين مع الضحايا وذويهم. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.